نفذ فيها الأشياء اللي موجودة بالجودة بحيث إنه تكون سهلة وقابلة للتطبيق بالنسبة لنا. الجودة زي ما حكينا من المرة الماضية هي عبارة عن دراسة الوضع الموجود في داخل منظومة عمل معينة. منظومة العمل اللي موجودة في المستشفيات، منظومة العمل اللي موجودة كانت عندنا احنا بالإنفكشن كنترول او في كل الاقسام الثانية، قسم الطبي، قسم التمريض، قسم التغذية، قسم الصيدلية، وعبارة عن سلسلة حلقات من عدة اشياء. الجودة بشكل اساسي هي الجهود التي تبذل لوقف هذا الخطأ من الحدوث. الامر اللي بترتب منه انه اذا عدت الخطا من خلال ثغره موجوده في المنظومه الاولى، فالمنظومه الثانيه لازم انها توقف. ولا ليش احنا في عندنا مصطلحات واشياء احنا ما نسميها بالمنظومه الصحيه، انه والله بالاستلام والتسليم، والله نعمل تشيك وريتشيك وايفالويشن، حتى احنا بالمحكمه نحكي نشيك على المريض، شيك على الوضع، شيك على الادويه، شيك. حتى إذا صار في عندي خطأ في المنظومة الأولى، في المرحلة الأولى، يتم تفادي هذا الخطأ في المنظومة الثانية. وإذا حدث هذا في المنظومة، إذا عدى الخطأ من المنظومة الأولى والمنظومة الثانية، فيعدي المنظومة الثالثة وهكذا. لكن الخطأ سبحان الله بيعدي مرات من كل هذه المنظومات، وهذا اللي بمر عنا إحنا بأنه الهدف من إنشاء الجودة هو العمل على إيقاف هذا الخلل لما يحدث، بأنه إحنا نحط منظومة متكاملة نستطيع من خلالها متابعة أحوال أو الوضع العام اللي موجود في الكواليتي وفي الجودة. لذلك الموضوع هذا بلزم منه طبعاً أن يكون في عندي أنا فولو أب، ويكون في عندي أنا إفورتس، وهذا الموضوع ما بيصير بين يوم ويومين، لكنه موضوع صعب. إنه أنا بدي أحاول، حلو هذا الموضوع اللي إحنا حكينا عنه، موضوع كتير كويس وإحنا متفقين عليه وكل شيء تمام، طب أنا كيف بدي أنزل هذا الكلام أحطه على أرض الواقع؟ كيف بدي أنفذ هذا الكلام؟ وكيف هذا الكلام بده يكون قابل للتطبيق؟ قابليته للتطبيق هذه بتكون من خلال أشياء إحنا نسميها quality tools، أدوات الجودة. فما هي أدوات الجودة؟ كثير نسمع فيها هذه، بل جزء منهم أصلاً اللي اخترعوه ناس أصلاً كانوا يشتغلوا بالinfection control. إحنا حكينا المرة الماضية إنه في بعض الادعاءات يعني وكثير حتى موجوده بالرفرنس انه اصلا الجوده هي نتاج عمل الانفكشن كنترول كمثال لمحاوله تقليل من يعني السيرجيكال سايت انفكشن والهاند هايجين والامور هاي. اخترعوا اشياء هي عباره عن ادوات، بدنا نخيلها احنا كانها العده تاعت الاد، الادوات اللي احنا بنستخدمها عشان ننزل هذه المصطلحات الجميله تاعت الجوده على ارض الواقع. هي تكنيكس، هذه التكنيكس سهلة الاستخدام، الأصل أنها تكون سهلة الاستخدام. هلأ إن شاء الله بنشرح عن الأساسيات، طبعا هنشرح بعض الأساسيات مش عن كلهم، بس حتكون أنت قادر أنك تطبقها على أرض الواقع، تطبقها حتى في حياتك الشخصية، في الـ working environment، في الـ place where we are working، كل الأمور هاي حتساعدني أنا في عملية القياس، عملية التحليل، عملية الفهم، وعملية التخطيط للتحسينات المتقدمة. اول واحده فيهم طبعا فينا يعني مثل كثير هذه مثلا زي هيك هذه بسميها ميجرمنت تول اللي هي الفيس انديكيشن فور ذا كواليتي. وانتم بكرامه لما نروح على دورات المياه مثلا في عدد من المولات الكبيره في المطارات وكذا بنلاقي هذه عشان تعطينا كواليتي. لكن اللي حنبدا فيهم احنا هذه ميجرمنتس مش حنحكي فيها هلا، حنحكي على اداه مهمه احنا بنستخدمها كثير بالانفكشن كنترول، الا وهي الفلو تشارت. ايش هي الفلو تشارت؟ الفلو تشارت هو عباره عن فيجوال ريبريزنتيشن بيقدم لنا سيكونسز اوف ستيبس، عباره عن مجموعه خطوات واكتيفيتيز نشاطات في البروسيس هيلبينج ايدنتيفاينج البروبلمز الانسيفيشنسز او الانفيشنسز الديفكتس اللي موجوده او البوتنشال ايرور. يعني انا بدي اعمل فلو تشارت للستيبس، وهذه الفلو تشارت من الستيبس لازم تنكتب بطريقه تكون ستاندرد بحيث انه اي واحد في الجوده فاهم ايش اللي انكتب. وهذه الفلو تشارت اللي هي مثالها كانه انا بدي اعمل لوغاريتميه واتاكد انه هل اللوغاريتميه تاعتي ضابطه كل الاحتمالات، والان اللوغاريتميه تاعتي هذه هل هي قابله انه يصير فيها هاكر زي ما بيصير مع تعامل الكمبيوتر ولا لا، وين الخلل اللي ممكن يصير.
أول ما بدأت الفلو شارت كانت سمبل، تنكتب بهذا الشكل. الخطوة الأولى إيش اللي راح يعمله مثلا المريض، أو خلينا نحكي مثلا الكومبلاينس للهاند هايجين. أول خطوة إيش اللي حيتعمله الطبيبة أو الممرضة في موضوع معين، بعدين 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 نجيب بعدين نجيب لحد ما نوصل للكومبلاينس اللي إحنا بدنا إياه. لكن بعد فترة تطورت هذه الفلو شارت وصارت فيها ستاندرايزيشن، صار اتفاق على طريقة عملها بهذا الشكل اللي أمامنا، بحيث إنه هذه الأشكال لها معاني، والناس اللي بيشتغلوا بالكواليتي تولز فاهمين هاي المعاني، فبيقدر يحدد وين الاحتمالية تاعت الخطأ كانت، وين التركيز لازم يكون عنده أكثر، ونعرف نحسب الديفكتس في داخل السيستم زي ما حكى دونابيديان، بحيث إنه أنا لو صلحت الديفكت بس المشين راح ترجع تدور بدون ما أغيرها، بدون ما يكون في عندي عادة يعني حاجة إلى أن أنا أغير كل المنظومة، أغير كل الموظفين وكل المستشفى، بس أغير الأشياء أو النقاط اللي صار فيها الدفك. طيب نرجع للفلو شارت. هذا الفلو شارت هو عبارة عن graphical representation زي ما حكينا، أو for process or algorithm اللي هم سميها ألغوريثمية أو اللوغاريثميات، نسمع كثير في هذا المسمى. هي عبارة عن فلو شارت في الأساس، وهذه الفلو شارت تاعتها بتكون مبنية على طريق توحيد السيمبلز، هذه توحيد الرموز تاعتها، بحيث انه هذه السيمبلز بتكون واضحة ومتفق عليها ما بين العاملين بالمجال الكواليتي تولز المعنية. اول واحدة فيها اللي هي الاوفل او الراوندد ريكتانجل اللي هي عبارة عن حلقة البداية، يا اما بتكون بهذا الشكل، يعني هذول كلهم ممكن يكونوا مقبولين، هذه بتكون على شكل البداية. فإذا رجعنا للفلو شارت هذا اللي هون، بنلاقي إنه هذه هي عبارة عن إنديكيشن لبداية أو نهاية، كتب بهذا الشكل على شكل الراوندد روت أنجل. أحياناً على النهاية عشان يميزوها عن البداية وإنه ما بترجع مرة تانية، إنها مش بروسس مستمرة، بكتبها على شكل متوازي مستطيلات، متوازي أضلاع هكذا المائل. لكن بالعموم بتكون على شكل أوفل أو راوندد روت أنجل، تمام بهذا الشكل. ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، كلهم هدول بيعنوا بداية الموضوع، بداية السيستم أو بداية الموضوع، تمام؟ هلأ بعديها بيصير في عندي خطوات، فكل خطوة بتنكتب على شكل مستطيلات، تمام؟ ريكتانجل بهذا الشكل. طبعاً يعني إحنا بنتحكم بالطول بالعرض عشان نعرف شو بدنا نكتب بالداخل، بس السيمبلز تاعتها هون هذه بتعني هذه ستيب عادية، بروسس روتيني، مش إحنا عنا في الإجراءات في عنا أشياء بداية، بعدين في عندي مجموعة خطوات روتينية بتيجي، فهذه بتيجي إنه الخطوات الروتينية. المهم كتير اللي بأخذ إفرت كتير بالفلو شارت هو الدايموند، عشان هيك ممكن نسميه على شكل دايموند، بمعنى إنه الألماس، بأنه غالي الثمن، أو إنه بمعنى الديسيجن ميكينج، وهذا اللي بهمني في الفلو شارت. الشكل هذا اللي بيجي بهذا الشكل مربع معكوف أو بشكل دايموند، هذا بهذا الشكل معناته في decision making، وهذه عادة الخطوات اللي بيكون فيها كتير مشاكل. الخطوات اللي بيصير فيها كتير مشاكل هي الخطوات المتعلقة باتخاذ قرار. اتخاذ القرار اللي معني هون بيكون بآلية معينة، بيعني إنه احتمال الخطأ بيصير أكثر تكرارا أو أكثر حدوثا. عادة بيجي الفلو شارت بهذا الشكل، فبنيجي هون بنحكي yes no، بيغسل إيده أو ما بيغسل إيده، بيستخدم الهاند روب ولا بيستخدم الهاند ووشي، بيعطي الانتيبايوتيك ولا ما بيعطي الانتيبايوتيك، بايوفيلم بيشيل الديفايس اللي ركبه او ما بيشيل. هون بهذه النقطه، لان هذه تعني ديسيجن ميكينج، ادميشن فور ذا هوسبيتال، ديسشارج فور ذا هوسبيتال. فبنكتب اي شيء بيعني ديسيجن بشكل الدايموند الحالي. طبعا بنوصل بينهم بالخطوط الارو، الارو هذا السهم بيكون في له راس مدبب اللي هو بيشير الى الاتجاه. فأحياناً بيكون في عندي بعض الخطوات بتكون خطوة بتعطي خطوة بتأخذ، أو خطوة بهذا الشكل. هذا الشكل للسهم معناته الماضي كان وراءه ويشير إلى ما سيحدث برأسه. فزي ما أنتم عارفين السهم بيكون يعني يشير إلى الخطوة القادمة. بطلع عندي بالآخر فلو شارت بهذا الشكل، يعني ممكن يطلع عندي بداية، بعدين رتانجل اللي هو هذه معناتها ديسيجن، هذا الدايمون الموجود هون ديسيجن معناته يا إما بروح بهذا الاتجاه، يا إما بروح بهذا الاتجاه، وإذا راح في هذا الاتجاه كذا، وإذا راح في هذا الاتجاه ديسيجن ثاني، وهكذا وهكذا. بنلاقيها كمان هذه من الأشكال اللي بتعني الديسيجن ميكينج بالنسبة للدايمون.
بالنسبة لشكلها أو احتمالية، طبعا وصفها على تشارت، واحتمالية أنه يكون فيها خطأ، فبالتالي هي هذه اللي تحتاج مني تركيز أكثر في وصف البروسيس. هذا مثال تاني كمان عليها، بس هذا ناقصها هون، هاي فيها ديسجن يا هيك يا هيك، هذا لازم تكون دائما. الفلو تشارت شغلة كتير سهلة، شغلة كتير مستخدمة بالفيش كنترول عشان نوضح حركة مريض، نوضح خطوات، نوضح كي بي آيز، كيف تحرك الكي بي آيز من مرحلة إلى المرحلة الثانية. لننتقل بعدها إلى التول الثاني اللي موجودة بالكواليتي، كواليتي دايمنشنز أو الكواليتي كونتكست، هي الباريتو أناليسيس أو الباريتو تشارت. باريتو على اسم اللي حطه، مبنية طبعا هي على فرضية فلسفية تحكي إنه 80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب. يعني إنه 80% من المشاكل، 80% من المشاكل بتجي من 20% من الأسباب، 80% من الأرباح إذا واحد كان عنده بقالة أو دكان بتجي من 20% من البضائع، 20-80 اسم القاعدة. إنه في أي analysis، في أي problem، إحنا بنشوف إنه 80% من النتائج يأتي من 20% من المسببات، و 80% من المسببات تؤدي فقط إلى 20%. والهدف منها هنا أن التركيز يجب أن يكون على الأسباب الأكثر أولوية أو الأكثر خطورة أو اللي تؤدي الأسباب أكثر. يعني 80% من أسباب عدم الالتزام بغسيل الأيدي بتيجي بالأساس من 20% من الأسباب. يعني هما بس 20%، لو حلينا 20% فأنا حليت 80% من المشاكل. 80% من حالات السيرجيكال سايت انفكشن تيجي من 20% من الأسباب. طب هذه الأسباب أنا أصلا لما حصرتهم من الفلو تشارت. أنا لما جيت على الفلو تشارت عرفت إنه هذه ممكن أدي للسبب، هذه السبب طلع معي مثلا 10 أسباب. فعليا سببين منهم، إذا أنا كنت أخلص كل العشر أسباب، سببين منهم يؤدي إلى 80% من المشاكل، وهذه هي الباريتو أناليسيس. بنلاقي هذه الصورة كمان هيك تعطينا إنديكيشن عليها، والباريتو أناليسيس هذه تعطي الإنديكيشن عليها. إلى الآن هذه النقاط واضحة تمام؟ في حد عنده سؤال عليها قبل ما نروح على الفلو تشارت، على الفيش بون أناليسيس؟ في حد عنده سؤال؟ يعني لو طلبناها منكم هلأ بتعرف تعملها؟ يعني شو رأيك؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. بس الآخر إشي اللي حكيته في البداية، الأشكال شو نبلشها؟ لا أنا بدي تعرفيها عشان إذا رنا احتمال ينطلب منك في المستشفى إنك تعمليها. هاي نرجع لها. أنا عندي الأشكال الأساسية، هذا رقم واحد، اللي هي بتعني بداية السيستم، بداية المنظومة. مثلاً مثلاً بدي أروح على المستشفى، إذن هذه، إذن الذهاب، الاستيقاظ من النوم فرضاً يعني تكون هيك، أو الخروج من المنزل. إذن أي شيء بيعني بداية حد اللي إحنا بدنا نبدأ فيه البروسيس، فبتحط بهذا الشكل. الآن أي خطوة روتينية، يعني مثلاً قدوم المريض إلى المستشفى، يبدأ بالأساس بإنه طلع من البيت، بعدين نزل الدرج، بعدين أخذ تاكسي، بعدين إذا هذه خطوات روتينية عشان يوصل للهدف تاعه، ما تطلب فيها أي قرار، ما تطلب فيها ديسيجن، فبنكتبها بهذا الشكل، بشكل المستطيل هذا. الآن الخطوات المهمة اللي بتهمنا بالإنفكشن كنترول هي اللي فيها ديسيجن. يعني مثلا المريض بده يجي على المستشفى، فبده ياخذ تاكسي ولا ياخذ باص، هذا ديسيجن. المريض بس اجى على الطوارئ، النيرس الموجود في الطوارئ كلم العمليات ولا كلم الادمشن، استقبل الطبيب الموجود في الطوارئ، يعمل له دخول ولا يعمل له خروج، يحوله على اي عياده في الترياجنج، يحوله للاي ان تي ولا يحوله للجراحه العامه، هذه معناتها ديسيجن. وعاده هون بتصير الاخطاء الاكثر في الفلو تشارت. هلا في الفلو تشارت أنا بس حطيتهم على شيء، طبعاً هذا السهم اللي بوديني من الخطوة للتانية. بالفلو تشارت بنتهي بشكل مشابه لهذا الشكل، يعني هي المريض من لما يدخل على المستشفى لحد ما يعمل العملية أو يطلع من المستشفى، يعني دخوله والعلاج كامل، مرحلة العلاج تاعته بكل الخطوات تاعته. هذه وصف بدون أناليسز، يعني هي وصف بس إيش اللي صار بالضبط.
أدوات التحليل أكثر تبدأ أول واحدة فيهم في الباريتو، إنه من المشاكل اللي صارت عشان يصير مع المريض سيرجيكال سايت انفكشن مثلاً 10 أسباب، ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي لحدوث سيرجيكال سايت انفكشن؟ في رأيكم أنتوا إيش؟ نحكي على مريض دخل على مستشفى البشير، أو بلاش مستشفى البشير عشان يزعل منا الصحة، مستشفى ألف وعمل عملية أبندكس وصار معه سيرجيكال سايت انفكشن، ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي او التي يمكن ان تكون ادت للسيرجيكال سايت انفكشن؟ احنا بالانفكشن كنترول الان عارفين 100% انه مستحيل نكون متيقنين 100% وين السبب، لكن بنعرف اسباب، بنحط probabilities، بنحط احتمالات. فايش هي الاسباب اللي ممكن تؤدي للسيرجيكال سايت انفكشن برايكم؟ يا في العمليات خطأ، يا في بالضبط العمليات، ممكن العمليات ما التزموا بغسيل الايدي او تعقيم الادوات، كمان الدريسنج بعد العملية، الغيار بعد العملية، معناته التمريض اللي كان موجود في القسم، كمان العمليات نفسها ممكن العد اللي نشغل فيها او ممكن العد نفسها مش معقمة، يعني التعقيم او السايت تاع السيرجري ما كمان صار تنظيف، تنظيف سايت السيرجري، ممتاز، تنظيف مكان العملية، هاي أربعة، هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمان مناعة المريض، شو رأيكم؟ شو ممكن تكون سبب؟ مناعته ضعيفة، مناعته، كمان، هاي خمسة، شو رأيكم؟ ممكن الفحص اللي احنا عملناه بالسيرجيكال سايت انفكشن ما كانش صح، فالمريض ما معه سيرجيكال سايت انفكشن بس احنا شخصناه انه سيرجيكال سايت انفكشن. شفتوا ممكن عند اسباب، ممكن تكون حكينا على مناعته، ممكن تكون نظافته الشخصيه مش المناعه، البيرسونال هايجين تاع المريض نفسه مش عمال يهتم في نفسه، فهذا الحكي ادى لنمو، او ممكن يكون عنده اصلا انتيبايوتيك ابيوز، المريض نفسه اصلا باخذ انتيبايوتيك من قبل فصار في عنده اللي هي حد السيف تاع الانتيبايوتكس وصار عنده ريزيستنت كوميونيتي اكوايرد انتيبايوتيك ريزيستنس، يعني فبطلع معي اسباب. هلا نيجي على الباريتو، الباريتو بيعطيني انه طيب 10 اسباب على اي وحده لازم ابدا اشتغل، وانا بالاخر قدراتي محدوده كانفكشن كنترول، صح؟ يعني احنا لما الله يرضى علينا في الاردن ونكون امورنا كثير ممتازه بنلاقي على المستشفى 400 سرير اثنين او ثلاثه انفكشن كنترول، تمام؟ هذا يعني على الأقل وزارة الصحة، لأن العدد كتير قليل بيكون مقارنة بالعالم الستاندرد العالم. فبناء عليها أنا بدي يكون في عندي إفورتس أشتغل أركز على إيش، أركز على أي من هذول الأسباب. بناء على الباريتو، الفرضية تاعت الباريتو بتحكي إنه 20% من الأسباب هاي تؤدي ل 80% من المشكلة، يعني أنا من العشر أسباب اللي هلأ ذكرناهم لو عرفت سببين بس اللي هم أهم سببين واشتغلت عليهم أنا حليت 80% من المشكلة. هذه فرضية باريتو، إنه أنا لازم أعمل قدرة إحصائية إن أنا أقدر أعمل statistics كويسة عشان أقدر أضبط هذولا ال 80%، تمام؟ هذا اسمه باريتو. الآن أهم واحد أو الأكثر استخداماً بالنسبة للإنفكشن كنترول تول، كواليتي تول، حط واحد اسمه إشي كاوا، إشي واكا، إشي كاواوا، إشي زي هيك يعني، إشي كاواوا، اللي هو فيش بون أناليسيس أو الكوز أند إفكت دايجرام. صار يحكي هذا، أنا بدي أقعد أعد وكذا، أنا بناء على فهمي لمشكلتي فأنا بقدر أحيل أي سبب من الأسباب المشاكل التي أتعرض لها لـ 6 أمز، لـ الأمات الستة أو الأمهات الستة في الأول كانوا، وبعدين صاروا هلأ بس حطوهم على شكل MM، حرف M اللي هي باجي عشان يسموها فيش بون، لأنه بالآخر بطلع معي زي الشكل عظم السمك، بحط المشكلة هذه هون وبعدين بقول ما هي الأشياء التي ممكن أن تؤدي لهذه المشكلة بس أصلها جاي من الماتيريال، من المواد، وإيش ممكن يؤدي لهذه المشكلة بس أصلها جاي من المشين، المشين هون مقصود فيها الأجهزة عشان نفرقها عن الماتيريال، يعني مرات يكون الجهاز كويس بس الماتيريال اللي استخدمناها للجهاز هذا مش نافع أو العكس بالعكس. فعندي الماتيريال بعدين المشين
بعدين المان عبرة عن كل الكادر البشري اللي هي من ريسورس كلها، والانفايرومنت عن الجو المحيط بالمشكلة، المانجمنت عن الإدارة، الإدارة كمؤسسة، والميثود دلالة على السياسات المستخدمة. يعني لو أجينا إحنا نحكي ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي للسيرجيكال سايت انفكشن بس مرتبطة بالماتيريال المستخدم برأيكم؟ بالماتيريال، يلا يا صبايا، إيش إشي بالماتيريال ممكن يؤدينا للسيرجيكال سايت انفكشن؟ خلينا نفكر فيه. كونتامينيتد راح تكون، يعني يؤدي إشي مرتبط بالماتيريال يؤدي للسيرجيكال سايت انفكشن. ممكن يكون الكونتامينيشن، الجوز نفسه ما كانش استرايل كماتيريال، ممكن المادة نفسها اكسبايرد. الماتيريال اكسبايرد، احسنتي، ممتاز. بصير نعد فيهم واحد اثنتين ثلاثة. طيب اشياء مرتبطه بالسيرجيكال سايت انفكشن او تؤدي للسيرجيكال سايت، مرتبطه بالماشين، جهاز التعقيم مثلا اللي استخدمناه بالتعقيم الادوات، مو ماشين صح، الاوتوكليف، ممكن الكوتري اللي كان موجود مع الطبيب ما تم تعقيمه بشكل مناسب او تنظيفه، ممكن جهاز التخدير بشكل او باخر سبب سيرجيكال سايت انفكشن، ممكن النيجاتيف بريشر اللي هو الجهاز الفاكيوم اللي حطيناه على الجرح بعد العمليه. يعني بدي اصير اعد كل الاشياء اللي مرتبطه في المشين. الان ما هي الاسباب التي تؤدي الى سيرجيكال سايت انفكشن مرتبطه بالمان او بالهيومن ريسورس؟ الاطباء، تمريض، تمريض العمليات، تمريض البري اوب، تمريض الريكفري، تمريض البوست اوب، كل الكوادر البشرية، الترخيص، الاستشاري، الطبيب المقيم، كل الناس اللي تعاملوا مع المريض بالسيرجيكال سايت انفكشن ممكن يتسببوا بسيرجيكال سايت انفكشن مع المريض، فبنحطهم تحت المان. فصار في عندي هون مجموعة عوامل، هون مجموعة عوامل، هون مجموعة عوامل. نيجي على الانفايرومنت، ما هي الأشياء المرتبطة بالانفايرومنت ممكن تؤدي للسيرجيكال سايت انفكشن؟ تعقيم غرفة العمليات، النيجاتيف بوزيتيف بريشر، التلوث في الجو، كلها هذه من الأشياء المرتبطة بالإنفايرومنت، البيئة المحيطة، فصل النفايات، كل الأشياء مرتبطة بالإنفايرومنت. المانجمنت، أشياء مرتبطة بالإدارة قد تؤدي إلى سيرجيكال سايت إنفكشن، زي إيش مثلا؟ عدد الستاف، توزيع الستاف نفسه، الشورتج الموجود، البرسنتج، السينيور جونيور ريشيو، مثلا حطينا على شفت كلهم جونيورز، هذه لا دخل في المانجمنت. عندنا احنا بالمانجمنت اللي هي بسموها البريفليج تاعت الاطباء، فمثلا مين مسموح له في مستشفى البشير يعمل عمليه زايده؟ في شيء اسمه بريفليج، انه هل المقيم جراحه سنه رابعه بيقدر يدخل العمليه لحاله ولا لازم يكون في اخصائي او استشاري، او يعني مين اللي لازم يكون موجود في هذا الموضوع؟ هذه كلها دخلها بالإدارة. بيجي الآن على الميثود أو البوليسي، اللي هي البوليسي والبروسيجر مع بعض، اللي هي شو الإجراءات اللي لازم تنعمل للمريض قبل السيرجيكال سايت انفكشن أو قبل السيرجري أو بعد السيرجري ممكن تؤدي إلى سيرجيكال سايت انفكشن. فممكن إن مثلاً نشوف هل بالبوليسي إنه في عندي إجراءات واضحة، إن إحنا نأخذ للمريض وايت بلاد سيلز، ونحسب النيتروفيلز، ونتأكد إنه مناعته تتحمل، الدريسنج هل له سياسات واضحة كيف ينعمل واضح قدام الناس، هل الناس اللي بدهم يشتغلوا هذا البروسيجر مدربين عليه ولا لا، مذكورة في السياسة ولا لا، وهكذا. فبطلع معي بالآخر شفتوا مجموعة عوامل وعوامل فيها تداخل. فأنا لما أحكي الماتيريال متداخل نوعا ما مع المشين، المشين متداخل نوعا ما مع المان اللي هو حيشتغل على المشين، والماتيريال والماشين والمان مرتبطة مع السياسات، مرتبطة مع الإدارة، مرتبطة مع الناس، في ترابط ما بين كل هذه العوامل، ويعني يمكن فصلها، ويمكن أن نشوف أنه في بينهم تداخل ما بين هذه العوامل. بالآخر كواليتي تول بطلع معي عظم السمكة، عشان هيك تسمى فيش بون أناليسيس، أو هذا اسم اللي حطه واحد ياباني اللي اقترحه بأنه كوز أند إفكت دياجرام، وهذا تقريبا أكثر تول يستخدم بالإنفكشن كنترول. يعني من لما نحط إلى الآن أكثر ناس بيستخدموه وبنشروا عليه بيبرز، ناس بيشتغلوا بالإنفكشن كنترول.
طبعا ليه؟ لانه هو بالاخر هو فيجوال تولز بيعطيني كثير طريقه واضحه انه نحن نعمل ايدنتيفاي. في الاول لما ذكرنا قلنا ايش الاسباب ممكن تؤدي للسيرجيكال سايت انفكشن، يا دوب طلع معنا 8 اسباب، بس لما فكرنا بعقليه الكواليتي تولز طلع معنا 12 13 سبب من اللي انتم حكيتوه يعني. فهذا بيعطينا انه بيعطيني زخم اكثر بالبحث والتنقيب والتفتيش عن الاسباب التي يمكن ايجادها. طبعا هاي يعني في تستخدم بكثير اشياء مش بس بالبترول، يعني في دراسه كانت معموله عن سبب تاخر الموظفين عن القدوم للعمل مثلا، ومنشوره ورقه استخدموا عليها فيشبون اناليسيس، يعني ما السبب الذي يدعو الموظفين انهم يتاخروا عن الشغل الصبح. ففي اشياء مرتبطه بالماتيريال بيستخدموها، الملابس اللي احنا حاطينها على الموظفين كذا، الماشين تاعت التبصيم وتاعت البصمه وتاعت التوقيع، عوامل مرتبطه في البشر، في ناس اصلا كسلانين بحب يسحر بالليل بحب يجي الصبح، اشياء مرتبطه بالانفايرمنت لما تثلج الدنيا، لما شويه شتاء اول شتوه واول ثلج واول كذا فبتعطل الناس اصلا وتجبرهم انهم يتاخروا، المانجمنت وطريقه التعامل الاداري معهم بتاثر، والسياسات والعقوبات والثواب والعقاب كله بيأثر. إذن إحنا لما نفكر في أي مشكلة لو حطيناها تحت الأمهات الستة أو 6 M's هذولا، طبعاً هم صاروا 5 M زائد E، لكن يعني هم أول ما طلعوا كانوا حتى بالأول 4 B's كانوا يسموهم 4 B، بعدين طولوهم لل 6 M's وكانوا يسموهم 6 Mothers اللي هم الأمهات الستة، بعدين حطوا تحت الانفايرومنت كانت شغلة تانية ناسي والله، صارت انفايرومنت وخمسة تبدأ بحرف الM، ماتيريال ماشين مان ميثود مانجمنت وانفايرومنت. كان لها كتير إفكت، ميزاتها طبعاً هي موضوع سيستماتيك، فأنا بفكر في المشكلة من ناحية منهجية، من ناحية إنه أنا بتطلع لكل مشكلة على حدة أو لكل سبب من هذه الأسباب على حدة. طبعاً اللي بيطلع معي بالآخر بالنسبة للشكل النهائي لما ينرسم، طبعاً فيه كتير نماذج على النت يعني ما حبيت أحط لكم منها، لكن فيه كتير عليها نماذج. بطلع بالآخر عندي على شكل الهيكل العظمي أو الهيكل الشوكي تاع السمكة، بحيث إنه المشكلة الأساسية بتكون تمثل الهيد، والحبل هذا اللي بطلع من الهيد السمكة يمثل كل البوتنشال بروبلمز أو البوتنشال كوزز التي تسبب المشكلة. بالآخر الفيشبون أناليسيز هو جزء مهم بفهم المشكلة وليس لحلها، وإنما الفهم تاع المشكلة هو أساس الحل. فأنا لما أفهم وأعمل analysis proper analysis للمشكلة، أنا بكون عندي بعديها الأدوات إنه أنا أقدر أفهم هذه المشكلة. لذلك الفيشبون analysis لما انعملت هدفها تعزز موضوع العصف الذهني والتفكير بالعصف الذهني، تحاول أن ترتب الأفكار بذهن المتلقي وذهن المتحدث، وتحاول أن تحول الأفكار لموجودة عند الأسباب إلى ذات المشكلة، أن تحولها لشكل فيجوال، كأني بطلعها من ذهني أنا بحطها قدامي بطلع عليها فبرجع بفهمها بطريقة أخرى. دائما أي مشكلة إحنا بنلاقيها لما نرجع نكتبها أو نرجع نحطها قدامنا ونرجع نفهمها مرة ثانية بيعطيني عليها مشكلة وبتصير وضوحها بالنسبة لي أنا أكثر. بالتالي كلما كنت أنا قادر أنه أنا أفهم أسباب المشكلة بكون قادر على أني أمتلك أدوات الحل. هلأ مش شرط أنه نقدر نحل كل المشاكل، لذلك يعني ممكن أكون أنا عارف مثلا أعلى 20% من الأسباب التي تؤدي إلى 80% من المشاكل، لكن مش قادر أحلها، إما لأشياء بتحتاج resources، أشياء بتحتاج authority والإدارة لسه مش مقتنعة، ممكن يكون ما عندي الابيليتيز ما عندي الستاف، لكن انا فاهم وين المشكله، بالتالي انا بقدر اخترع طرق اني انا اعمل على تخفيف اثارها قدر الامكان. هذه الميزه تاعت الفيشبون اناليسيس. طبعا هنلاقي في الفيشبون اناليسيس احيانا بيستخدم كلمه مان، احيانا بيستخدم كلمه مان باور، احيانا بيستخدم كلمه هيومن ريسورس، احيانا بيستخدم كلمه بيبل، كلها بتعني المان تمام عشان ما نخربط بينها لأنه كتير بنلاقيها موجودة. الميثودز اللي بتعني البروسيجر البروسيس اللي هو كيف الإشي بنعمل، كل سياسة لها إجراء إذا بدنا نشوفها بالعربي، فبالذات الميثودز بتهتم بالبوليسيز، بس المهم فيها مش البوليسي أز بوليسي، مش السياسة كسياسة، وإنما السياسة كإجراء كيف تم هذا الإجراء. والماشين زي ما شرحنا اللي ممكن تكون البرودكشن لاين، ممكن تكون خط التعقيم، ممكن يكون الإنتاج، ممكن يكون يعني أي مشكلة إحنا ممكن تكون مرتبطة بمشين معين أو ديفايسز معين. الماتيريال اللي هي الأدوات نفسها، يعني أنا مثلا بشتغل
بقسم التغذية مثلا، فالماتيريال هون بكون هو الغذاء نفسه أو الأكل نفسه. بشتغل بـ surgical site infection فممكن يكون الدريسنج نفسه اللي استخدمناه إما بالتعقيم مثلا مكان العملية أو الدريسنج ما بعد العملية. ممكن تكون الماتيريال هون مقصود فيها كمان الرو ماتيريال أو عفوا الإدوكيشن ماتيريال، يعني لما نقدم مثلا health education للpatients فممكن يكون هذا فيها مشكلة أصلا. الديابيتس مثلا لما نتعامل معاه فممكن يكون هو يعني، وهكذا. الكوفيد يعني احنا لما نتطلع مثلا على الفروقات اللي صارت موجوده عندنا احنا بالالتزام بالهيلث ادوكيشن بلانز وبروجرامز، لما طلعت ازمه الكوفيد كان مبين انه في فتره من الفترات كان حتى في الدبليو اتش او نفسها انه عاملين الهيلث ادوكيشن بطريقه ما حيحفز الناس انها تلتزم باي شيء، ويحفز نظريه انه يعزز عندهم فكرة المؤامرة وفكرة كذا من طريقة عرض الإدوكيشن بروجرام نفسها إنه هيك وكذا. فهذه كمان بارت من الماتيريال اللي تكون موجودة. أحيانا بنضاف لها بنضاف معها الام اللي هي الميجرمنتس اللي هي الكي بي ايز، وأحيانا بيشيلوها. فمش كتير مهمة هلا هون الميجرمنتس، لأنه الميجرمنتس بيعطينا ليش شالوها. كانت أحيانا نحطوها أحيانا يشيلوها، بس صارت أميل وأنا ما أميل إنها تنشال من الفيشبول أناليسيس، لانه الميجرمنت ما بيعطيني سبب مشكله، وانما الميجرمنت بيحكي انه في مشكله او ما في مشكله. فالميجرمنت ما لها علاقه بالمشكله. يعني لما نروح نحكي والله انه سبب ارتفاع درجه الحراره انه لما حطينا الميزان على الولد طلع درجه حرارته عاليه، ما هو يعني درجه الميزان حكى لي درجه حراره عاليه، لكن هو ما له علاقه كسبب بانشاء، لذلك انشالت. لكن بعض الكتب ما زالت تذكرها على هذا الاساس. الفيشبول أناليسيس له كتير استخدامات، استخداماته تكاد يعني صعب حصرها بعدة مجالات، أهمها بالهيلث كير وأهمها في الهيلث كير في مجال الجودة. مش يعني إنهم ما بيستخدموها نيرسينج أو الأطباء أو الهيلث أدمينستريشن أو السبلاي تشين أو أمور هذه كلهم بيستخدموها، لكن أكثر ما يستخدموها الفيكشن كنترول، لأنها إلها كتير تأثير على انه مواضيع الانفكشن كنترول زي ما حكينا هي مواضيع جراي اريا ومواضيع متشعبه واقعه في النص. اذا تتذكروا احنا في المحاضره الاولى لما حكينا مين هو ممكن يشتغل بالانفكشن كنترول، هو بالاخر اي حدا بالهيلث باك جراوند ممكن يشتغل بالانفكشن كنترول، حتى لو كان في البيولوجي يعني كمان مش بس بالهيلث باك جراوند ممكن يشتغل في الانفكشن كنترول. ليه؟ لا، الانفكشن كنترول الى الان اطار او مجال معرفي ما زال يتكون. فانا مثلا لو بدي تمريض بروح على كلية التمريض وبجيب تمريض، يعني بجيب ناس درسوا تمريض، بدي أطباء بروح على كلية الطب، بدي علاج طبيعي بروح على كلية علاج طبيعي، بدي صيادلة بروح على كلية الصيادلة وهكذا. لكن في الانفكشن كنترول إلى الآن هذا المجال المعرفي في طور التكوين، يعني ممكن كمان 5 سنوات أو 10 سنوات يصير في عندي مجال معرفي، يصير في عندي قسم في الجامعات اسمه الانفكشن كنترول. إلى الآن هذا المجال مجال معرفي، لذلك في تداخل كتير، فبيصير في عندي تداخل ما بين تخصصات الجراحة، تداخل ما بين الريسبشن والتعقيم والمختبر في عندي تداخل عالي. فهذا التداخل العالي بيكون انه عشان اعرف اضبطه وافهمه بحتاج الى تولز زي التولز تاعت الفيشبول اناليسيس. تمام، اذا انا قدرت امسك واعمل جراب على الفيشبول اناليسيس معناته ان شاء الله هيك الواحد بيكون مطمن انك تقدر تمسك انفكشن كنترول يونت في اي مستشفى ويو ويل تيك كير اوف ذا بيبل ذير، حتقدر تعمل تحمل مسؤولية الناس الموجودين هناك. مفهومة هذه؟ في حدا عنده عليها سؤال أو استفسار؟ طيب ننتقل للرابع. التول الرابع أتوقع هذا إنه سهل كتير ومر علينا في أكثر محلات، اللي هو الهيستوغرام. أنا بتعامل مع داتا، هذه الداتا لازم أعرف أعرضها للناس وأقدمها بشكل مناسب. تقديمها بشكل مناسب بيلزم مني استخدام الداتا فيجواليزيشن تول أو أدوات وتبيان طبيعة البيانات التي أتعامل معها، وأهمها وأشهرها هو الهيستوغرام. هيستو هذه كلمة وجرام كلمة، هما باللاتيني. الهيستو معناته الاسطوانة هاي أو العمود هذا اللي هون، هذا بسموه هيستو، وجرام يعني الرسم. فالهيستوغرام هو شكل جرافيكال ديستريبيو، بيعطينا جرافيكال للداتا ديستريبيوشن لطريقة توزيع البيانات، وهو عادة ما يهتم بالفريكوانسي أو كاونت داتا بوينتس، بيهتم بالتكرارات بدون ما يعطي أي تحليلات مرتبطة فيها. طبعا هيستوغرام ممكن تشتغلوا على الإكسل، ممكن تشتغلوا على الأس بي أس أس، ممكن تشتغلوا على الآر ستيديو إذا أنت حابب تشتغلوا على الساس، ممكن تشتغلوا على البايثون،
ممكن تكتبه بورقة وقلم يعني، ومش هالشيء كتير صعب. المهم انه هو الفكره تاعت الهيستوغرام هو انه بعرض تكرارات نقاط من البيانات. طب انا ليه بدي اياها بالانفكشن كنترول؟ عشان بدي اعرف الباترن او الابنورماليتيز ان الداتا، بدي اعرف انماط التحرك اللي موجود في الداتا. يعني احنا مثلا حكينا احنا في البروجكت، في البروجكت تاعنا او في التيرم بيبر اللي انتم شغالين عليه هلا، لما يجي عندي انا ينحكى انه انا في عندي مشكله مرتبطه بالسيرجيكال سايت انفكشن، رجعت على هذه المشكله لتقرير وزاره الصحه، بنلاقي تقرير وزاره الصحه عارض ارقام ارقام ارقام. تحويل الارقام هذه لهيستوغرام اصلا بوضح لي مستوى الباترن الموجود في الداتا بدون حتى ما اطلع على الريبورت تاعها. كمان الهيستوغرام من الاشياء اللي هو الديسكربتيف اناليسز او الوصف الاحصائي او الاحصاء الوصفي، إذا بناخذها بالترجمة الحرفية، لو بيعطيني مثلا إنه الداتا عمالها بترتفع، الداتا على شكل نورمال ديستريبيوشن عند نقطة معينة بتنزل، بعدين بترتفع نقطة معينة بتنزل نقطة معينة إلى آخره، كلها هذه إنديكيشنز على الهيستوغرام. الهيستوغرام ممكن أستخدمه على الريت أوف كومبلايس الهاند هيجين، ممكن على مستوى عدة أقسام، فأنا مثلا بدي أعمل مقارنة أو موتيفيشن أو تشجيع لمستشفى يتكون من 10 وحدات. واخترت إن أنا بدي أشوف افضل قسم عمل التزام بغسيل الايدي، فبعرض الداتا على شكل هيستوغرام، بشوف اعلى قسم جاب بروبر بيرفورمانس بالهاند هايجين، فبكون مبين قدام الناس، فبالتالي بنعرف مين افضل قسم بدون ما اعرض كل البيانات بكل الاشكال تاعتها. الان بيجي عندي الاداه اللي بعديها اللي هي كنترول تشارت، والكنترول تشارت بيعطيني تحرك بيانات في خلال زمن، بخلال زمن. عادة الكنترول تشارت بنحط فيه المين، بنحط فيه الستاندرد ديفيشن، مش هذا المهم بالنسبة لنا، احنا المهم كيف بس بيجي شكله، لانه بيكون يعرض نفس الانديكيتر بس على مدار اكثر من شهر. هيستوغرام بيعرض نفس الانديكيتر على اكثر من يونت، فانا مثلا باجي بحكي مستوى السيرجيكال سايت انفكشن في شهر جولاي، مستوى الانفكشن كنترول او بيرفورمانس او البيتر بيرفورمانس باوغست لاقسام 1 وقسم 2 وقسم 3 وقسم 4. كنترول شارت عاده يستخدم لعرض نفس الانديكيتر بنفس اليونت باختلاف الزمن. فبنيجي مثلا بيطلع عندي بهذا الشكل، بيطلع عندي انه مثلا في جون كان الريت كذا، في جولاي ارتفع، في اوغست نزل، في سبتمبر ارتفع، وبكون هذا الارتفاع لازم يكون مبرر ومفسر. ما هو السبب الذي ادى الى ارتفاع السيرجيكال سايت انفكشن؟ ما السبب الذي ادى لزياده الادخالات في اقسام الايزوليشن؟ فود بويزنينج، يعني كل الاشياء اللي انا بشتغل عليها في كنترول، الكلابسي، الكاوتي الى اخره، ايش الاسباب التي ادت لارتفاع او انخفاض هذه النقطه من هذه النقطه لهذه النقطه، افهمها في ضمن الكنترول شارت. الكنترول شارت كثير مهم، لانه في كتير internal audit system اللي هي المراجعات الداخلية أو قسم المراجعات الداخلية في الجودة في داخل المستشفيات كتير ما بركز كان على الكنترول chart. ليه؟ لأنه بدي أشوف performance تاع مستشفى، صعب أقدر أحكم على performance لقسم أو مستشفى خلال شهر واحد. ما هو ممكن يكون هذا الشهر صار في إجازة، ممكن هذا الشهر صار في وفاة، صار في ضغط، صار في، إذا أنا صعب أقدر أحكم على قسم كامل من خلال داتا بوينت واحدة. لذلك أنا بكون محتاج لمجموعة من البيانات، مجموعة من البيانات، وأشوف تغيرها كيف صار خلال الوقت. الأصل أن أنا بدي القسم يتحسن أو يحافظ على مستوى جيد من الجودة اللي هو بيقدمها. فبنلاقي الانترنال أوديت دائما بيسألوا على كنترول شارت، أو بيسألوا، وأنا من خبرتي يعني كانوا يبحثوا دائما عن كنترول شارت. أحياناً بنلاقيهم كمان عندي اللي هو النوع التكمالي للكنترول شارت، أكثر إشي كانوا طلب منها في فترة الكوفيد، اسمه سكاتر دايجرام. سكاتر دايجرام بيختلف عن الكنترول شارت إنه هو بيعطيني حالات وأنا بشوف توزع الحالات هذه خلال نقطة زمنية واحدة. فمثلاً كان يطلع عندي بهذا الشكل، يطلع عندي إنه مستوى كانت الوايت بلد سيلز او الاي اس ار بالنسبه للانفكشن مع مرضى معينين خلال نقطه زمنيه واحده، واشوف توزعهم انه هل اذا زاد الاي اس ار زادت عدد الايام المرضيه او الادمشن او نسبه
كان في عندنا فحصين كنا نعمل الكوفيد بتذكر في وقتها، فنسبة توزعه هذا وكيف الطريقة اللي بيصير فيها توزيع البيانات على الداتا تايم تاعتها. بالتالي أنا صار في عندي داتا على شكل داتا بوينتس، كل واحدة فيهم هذه بتشمل بيشنت، وبعدين نشوف علاقة البيشنت مع تو انديكيتور. عادة كانت تكون فحص دم مع ساين وسيمتومز على شكل السكتر دايجرام بهذا الشكل. هذا اللي امامنا هلا ببين لي هاي الكنترول شارت. كنترول شارت ببين لي تحرك ريت معين مع الاشهر، فعماله ببين عندي انه الريت تاع الكومبلاينس كان المقصود فيها هون عماله بيرتفع عند درجه معينه، بعدين رجع مره ثانيه. خلال هذا الارتفاع ما كان ارتفاع على شكل شارب ولا كان يرتفع وينزل. اللي امامي هذا اللي هون هو كنترول شارت، وضح لي ليش اهميته بفهم طبيعه هذه البيانات وكيف تتحرك هذه البيانات وما هي الانديكيشن تاعتها في هذه البيانات. الى الان في عليها سؤال؟ اتمنى انها تكون واضحه. اصلا هي واضحه، بس انا بدي اعرف كيف اطبق الجوده، بدي اعرف كيف الادوات، شو الادوات اللي انا لو صارت عندي انا بقدر اروح واحكي انه انا بدي اطبق الانفكشن كنترول ان ابروبر واي. في سؤال؟ في استفسار؟ تمام، احنا هيك مع بعض نفس الخط. تمام. نيجي على واحدة من أهم النقاط اللي موجودة به الانفكشن كنترول كواليتي أسبكتس، ألا وهي البنش ماركينج. مرت عليكم هاي الكلمة قبل؟ في حدا بعرفها من قبل؟ أنا هلا موضة هي مع الجودة، صار الكل يحكي عن البنش مارك. بنش مارك، البنش اللي هو زي الكنباية يعني، أو مش كنباية، طاولة اللي بتكون قدام البياع على الكاونتر، صح؟ يكون في بنش. ومارك علامة، يعني علامة البنش، إذا هم حتى مصريين لهلا بقول له قاعد على البنش أو كذا. البنش، بنش مارك هي العلامة اللي محطوطة على البنش. زمان كانوا الخياطين أو بيعين القماش ما عنده متر، فإنما كان يبيع بناء على البنش مارك، فيجي يحطها من الحيط للبنش مارك ويقول له أنا بوصل لك واحد بنش تنتين بنش قبل ما يخترعوا المتر. بعدين مع العلم التطور وصارت البنش مارك هي دلالة على الحد الأدنى المقبول. يعني احنا فهمنا هلأ انه لا يمكن ان نصل بسيرجيكال سايت انفكشن لمستوى الصفر، صح؟ يعني ممكن نوصل لمدة شهر بس، بعدين راح يصير في سيرجيكال سايت انفكشن. مش راح نقدر نوصل لكلابسي او كاوتي للصفر، انه ولا مريض صارت معه، لكن في حد أدنى مقبول. يعني لو صارت هيك بنقول يلا ماشي مقبولة، اللي هو بيسموها الان سيجنيفيكانسز. يعني لو صارت، لو عندي 100 مريض وصار مع 5 مرضى سيرجيكال سايت انفكشن، يعتبر هذا بالان سيجنيفيكانسز او المقبول، ماشي الحال، يعني السيرفيس ما زالت في مستوى كويس. طيب احنا عندنا مجموعة كبيرة في البنش مارك والانفكشن كنترول، ليش؟ لانه احنا عندنا كتير انديكيتورز. فعندي مثلا بالهاند هايجين البنش مارك اللي حطتها الـ WHO انه يكون 100% انه كل الناس تلتزم بالهاند هايجين. لكن هذا الحكي لسه الان ما وصلنا. بالسيرجيكال سايت انفكشن يقبل لحد 2%، يعني لو كل من كل 100 مريض عمل عمليه كانت كلين سيرجري و2% منهم صار معهم سيرجيكال سايت انفكشن، فهذا تعتبر من ضمن النسب المقبوله. بنلاقيها كمان في الكاوتي ممكن تزيد لحد 3%، من كل 100 مريض صار معاه فولس كاثيتر ممكن لحد 3 ينقبل انه يصير معاهم كاوتي. احنا ما بدنا يصير معاهم كاوتي، بس لو صار لا يعني انه في عندي مشكله بالرعايه الصحيه المقدمه. هذا المقصود في البنش مارك. اذا انا بدي ابدا اعمل انديكيتر او بدي ابدا اشتغل على فيش كنترول، انا لازم اعرف انا هلا وين وين لازم اوصل. يعني لو حكيت انا الان بدي ابدا اعمل بانفكشن كنترول يونت في مستشفى الف، يلا ممتاز وكذا حطيتها في بالي وبدي اشتغل على الانفكشن كنترول، اذا اول شيء لازم اعرفه بالانفكشن كنترول هو انا الان وين بالكي بي ايز تاعتي بالانفكشن كنترول، وانا وين بالهاند هايجين، انا وين بالسيرجيك سايت انفكشن، انا وين في الكلابسي، انا وين في الكاوتي، انا وين في الايزوليشن، انا وين. لان مجرد ما انا عرفت انا بدي احدد البنش مارك تاعتي او الهدف اللي لازم اسعى الى الوصول اليه. هلا والله هذا البنش مارك من وين بدي اخذه؟ يعني طب انا شو عرفني من وين بدي اخذه؟ من الليترشر، من الريفرنسز. عندي الـ WHO بتطلع اشياء كثير، وعندي الـ CDC كمان بتطلع اشياء، والـ NHS بتطلع اشياء، واحيانا بعض البروجكتس كانت تشتغل عليها وزاره الصحه في الاردن مع الـ USAID طلعت بنش مارك، اشهرها واهمها كان تاع الهاند هايجين.
اللي الان صار عندي في الاردن انه الاصل بيكون عندي الهاند هيجين كومبلاينس عند الهيلث كير ستاف 100%. يعني اي واحد اسمه هيلث كير ستاف يعني طبيب تمريض فني مختبر اشعه اخصائي تغذيه اخصائي اي شيء صيادله اي شيء بيشتغل في ضمن اطار الهيلث كير بروفيشنز لازم يوصل 100%. اي شيء بيشتغل على شكل السبورترز اللي هم الميد الهاوس كيبنج الامور هذه كلها بين قبل حتى 90% فيها سو وي كان سي الديفرنس تاعتها قديش صارت عاليه. هذا البنش مارك حلو. الان انا هذا والله اللي بدي اوصل له. انت هلا وين موجود؟ شو وضعك الحالي؟ مهم جدا انه نعرف. بيجي عندي من الاشياء كمان اللي كثير مستخدمها بالانفكشن كنترول والجوده بشكل عام بسموها 6 سيجما، وهلا صار عليها شهاده وامتحان اللين 6 سيجما او 6 سيجمنز، اللي هي المقصود فيها انه اول ما طلعت اللين 6 سيجما طلعت بالانفكشن كنترول كانت تهدف الى تقليل النفايات الصفراء. هو المشكله انه النفايات الصفراء والنفايات الطبيه اللي بتنحط هلا بالاردن بالكيس الاصفر تعرف كيف بيتم التعامل معها؟ قصة يعني مأساوية وحزينة بصراحة، يعني حزينة للبيئة وحزينة للناس اللي بيشتغلوا فيها. الآن شو اللي بصير معنا؟ أنا في عندي النفايات بناء على سياسة وزارة الصحة في الأردن تقسم إلى، وهذا الحكي بناء على السياسات المحلية، يعني ممكن تروح مثلا على دولة تانية لحد علمي كل الدول العربية شغالة بنفس المنظومة، بس يعني في تايوان مثلا، أنا كنت في تايوان لا عندهم ألوان مختلفة شوي، كانوا الأحمر يحطوه مكان الأصفر والأصفر مكان الأحمر. المهم احنا عندنا في المستشفيات في الاردن كم نوع من انواع النفايات؟ عندي 4 انواع. عندي النوع اللي هو النفايات المكتبيه بنحط الكيس الاسود، هذا كيف يتم التخلص منه؟ والله بنودع البلديه والامان تتصرف فيه، يعني عباره عن وراق ومش عارف ايش كذا، ما في اي خطوره تزيد عن الخطوره، واي نفايات فيها خطوره بس لا فيها اي خطوره تزيد عن خطوره النفايات العاديه اللي طالعه من البيت. وعندي النفايات اللي تنحط بالكيس الاصفر اللي هي تعرضت لكونتامينيشن مع بادي او سوليوشنز، مع بادي سوليوشنز هيومن بادي سوليوشنز زي الدم، زي السوليوشنز المرتبطه بسرس الاكزوديت تاعت الوونز الى اخره، تاتش مع وونز فيها بايوكيميكال هازاردز يعني. وفي عندي النفايات اللي تنحط بالكيس الاحمر اللي هي بتشمل اورجن، يعني هول اورجن مش بارت او سوليوشن او فلويدز، لا اورجن اللي تطلع من العمليات بعد الامبيوتيشن او بعد اللي هي بخطو منها الخزعات وتطلع من المختبر الى اخره، فهذا بيكون البايوكيميكال هازارد تاعها اعلى. وفي عندي الشارب كونتينرز اللي هو بنحط بشيء صلب لانه هذا احتماليه انه هو يعمل بنتريشن، اللي بنحط فيها النيدل، بنحط فيها الشاربس النايفز او الادوات السيرجيكال هذه كلها بنحط فيها. حلو هذول الاربعه. الان كيف يتم التعامل معهم؟ الاول حكينا انه سهل، وهذا اللي بروح على النفايات العاديه. عندي هذول الثلاثه قصه لازم يتعرضوا لعمليه حرق بحيث نضمن هذا الحرق يؤدي لذوبان الشاربس. وبنفس شوفي ذوبانها، يعني احيانا انا كنت اشوف بعض التمريض مثلا والله يطول الشاربس، يطول النايف، يطول النيدل، ما عمل فيها شيء يعني. فهذا قديش ويست؟ ويست طبعا اول ويست بيكون على المستشفى، لانه هذه الدفع بيصير عليها الشركات اللي بتحرق بالكيلو، فبيوزنوا النفايات هذه وبالكيلو بتكون المحاسبه. واحيانا الكيلو بتكون يعني بتوصل بالاخر لمبالغ ضخمه. وبتذكر في سنه من السنوات حتى المحرقه اللي موجوده في مستشفى نادر حمزه صار فيها عطل، فاضطرت وزاره الصحه انها تشتري من محارق خارجيه، وهذا كمان كثير مكلف. لان هذا الحرق اصلا هو كيف بيصير؟ وهذا الضرر الاول على المستشفى، الضرر الثاني بيصير على البيئه، لانه هذا بتعرض لدرجه حراره عاليه بتوصل ل 500 و600 درجه، طبعا فيها ستاندرد، حتى اخر شيء من بعد الكوفيد كان لازم توصل ل 1000 الفرن تاع درجه الحراره، يعني قديش هذا بده ديزل وقديش بده ريسورسز. والضرر اللي بيصير على البيئه، وهذا كله تلوث، ما هو بالاخر كمان بصب هنا شايفين قديش الجو جميل نتيجه لظاهره احتباس الحراره اللي احنا عايشين فيها. فيعني هذا كله كمان بيزيد سموم على الجو، الموضوع كارثي. لما طلعت موضوع لين 6 سيجما كان هدفهم العمل على تقليل النفايات الصفراء او النفايات اللي تحتاج حرق، انه اضمن انه ما ينحط بالكيس النفايات الصفراء الا ما يجب ان يوضع في كيس النفايات الصفراء. بتذكر هذا الحكي لما طلع بال 2008 2009 وبلش الحكي على لين 6 سيجما، وبلشت عندنا تعليمات كانت من الوزاره ومن جهات عليا انه يتم التدقيق على هذا الموضوع، وخطي عاد رده فعل كبيره صارت في المستشفيات ضدنا.
انتوا بتشيكوا على الزباله، انتوا دايرين ورا الزباله. لا ما هو الموضوع، الموضوع يا فندم، قلت المصريين، الموضوع يا فندم اكبر من اللي انت شايفه يعني. الموضوع كان كتير كبير، لانه احنا كنا لما نيجي على القسم وتضطر انك تفتح السله الصفراء تتاكد، لانه هذا الموضوع كان بيعني له تاثيرات يعني تبدا ولا تنتهي. يعني هذا الحكي احنا بنحكي عن اكثر من 15 سنه ماضيه، وهذا اللي حيكون انتم جزء من دوركم اذا انتم بتشتغلوا بالفيش كنترول او من الاشياء اللي بتشتغل فيها. كان هدفها اللين سيكس سيجما انه يعمل انه نزيد الكميات اللي بتنحرق تكون بس مضبوطه في ضمن ضيق، انه احنا متاكدين انه هذا اللي لازم يروح، بس انه انا ما بحرق ورق، انه انا ما بحرق والله يعني حتى لو كان سيرجيكال جلوفز واستخدم بس ما استخدمه مع مريض، ما لمس مريض، معناته ما في داعي احط له قسم اصفر. انا ما عمالي بحرق النوت بتاعت الدكتور، ما عمالي بحرق الم، ما عمالي بحرق اشياء مش تحتاج انها تنحرق بالسله الصفراء. انا اتحال هلا طبعا توسع كثير منحنى السيكس سيجما، هذا بحكي لكم عن بداياته، الان صار يعني ينشغل في كل شيء، صار حتى في محلات العصير ومحلات الأطعمة وكذا يستخدموا السيكس سيجما عشان يضبطوا البروسيس نفسها. سيجما معناها ستاندرد ديفيشن، عشان بس المعنى سيجما بالإحصاء ستاندرد ديفيشن، ومن المين لو تحركنا خطوة فبسموها مين زائد ستاندرد ديفيشن، وورا المين بتكون مين ناقص ستاندرد ديفيشن، فصار عندي هاي مين وهاي هاي ستاندرد ديفيشن وهاي ستاندرد ديفيشن، صاروا اثنين. بعدين تحركنا كمان اثنين هيصاروا أربعة، بعدين تحركنا كمان اثنين هيصاروا ثلاثة. إنه أنا بدي أضبط 99% من الحالات التي يحال فيها أمر معين إلى أوتبوت محدد. وهذه هي يعني بشكل مختصر، إن شاء الله ما أكونش خربطكم، لكن هي لما طلعت السيكس سيجما كانت تهدف إلى ضبط 99% من الإنتاج اللي كان أول ما طلع زي ما حكيت لكم على شكل الأوتبوت بتاعتها. الآن هذا نفسه الإنتاج نفسه كان ينربط فيه أو يحتاج بشكل مهم أنه أنا أحتاج إلى أني أضبط المستوى الحالي اللي أنا موجود فيه، وهذا بيكون دورنا إحنا بشكل أساسي باللي انطرح عندي بالKPI. طبعاً هذا وجعنا رأسكم كتير في الKPI، بس هذه نقطة كتير مهمة راح أضلها تمر معكم، ألا وهي الكي بيرفورمانس إنديكيتور، كي اللي هو مستوى الأداء. مستوى الأداء هذا في عندي واحد طلع بالجودة أمريكي عاش في اليابان، هاي صورته، اسمه دونا بيديان، حط أشهر مثال يوضح كيف تتحرك الجودة، وحكى إنه هو المثال المشهور اللي استخدموه في الكمبيوتر، بعدين استخدموه كل شيء. حكى أي شيء يبدأ بشكل input أو structure، وهذا input أو structure يعني input أو structure نفس المعنى، بيصير له process، بيصير له عملية processing، عملية تفعيل، عملية تفاعل، بحيث أنه في الآخر ينتج إنتاج. الآن عملية الانبوت ما تؤثر على الاوتبوت بشكل مباشر، يعني أنا لو جبت أحسن أطباء وأحسن كادر صحي في العالم حطتهم مع بعض، هل راح نضمن أنه لابد يصير في عندي أحسن اوتبوت أوتكم في العالم؟ لا، لأنه البروسيس هي اللي بتحكم. طبعا لو جبت دكاترة نص نص وكوادر صحيه نص نص، هل ممكن اسير احسن مستشفى في العالم؟ ممكن اذا ضبطت البروسيس. هذا اللي كان يحكي فيه دونا بيديان، ما بدنا وضع التراكس تاعي، فاحنا بدنا الاشياء اللي بتخص احنا بنفكش كنترول. مش انا في عندي انبوت بروسيس واوتبوت، بالانفكشن كنترول بدي ابدا بالعكس، بدي احكي عن الاوتبوت او الاوتكم انديكيتور، الاشياء اللي بتقيس لي الاوفر اول كير، او اللي احنا بنسميها اوتكم انديكيتور، اللي هي عندي السيرجيكال سايت انفكشن اهم واحده، كاوتي كلابسي، وفي عندي انديكيتر اسمه ري اوبن ديو تو اس اس اي، اللي هو انه لما صار عندي سيرجيكال سايت انفكشن كم عمليه اضطرينا نرجع نفتحها مره ثانيه عشان سيرجيكال سايت انفكشن. يعني حطينا امبلانت، والله الفي بي شنت ما كان شغال، او صار في انفكشن فاضطرينا نفتح عشان نغيره، الهيب ريبليسمنت ما كان شغال فاضطرينا، اذا كم عمليه اضطرينا انه نفتح عشان السيرجيكال سايت انفكشن. هذول اكثر شيء تكرارا بالانفكشن كنترول كاوتكم. بالنسبه للبروسيس كثير سهلات، اللي هي السيرجيكال كير نفسه اللي حكيتوا عنه، والهاند هايجين. الهاند هايجين تعتبر بروسيس مش اوتكم، بروسيس تمام. فالفايف مومنت، تذكر اول محاضره لما حكينا على الدبليو اتش او فورم، الفايف مومنتس، كومبلاينس نوت كومبلاينس، ضلنا متبعين هيك لل كادر الصحي، وهل عملها بشكل مناسب او بشكل مش مناسب. هذه صوره دونا بيديان، وللانصاف دونا بيديان كان من الناس اللي فعلا غيروا
طريقة نظر الناس للجودي لما حط الموديل المشهور تاعه. وهذا الستراكتشر، طب ما هو الانبوت بالانفكشن كنترول؟ خلينا نفكر بعقلية دونابيديان، ايش الانبوت تاعنا احنا بالانفكشن كنترول؟ ايش الاشياء التي تدخل على الانفكشن كنترول اللي انا مطلوب مني ان انا انتبه لها كانبوت؟ اول شيء حضرتك او حضرتك او احنا، يعني اول انبوت بالانفكشن كنترول هو احنا. يعني لا يمكن تخيل منظومة فيها infection control بدون ما يكون في staff اسمهم infection control staff. عشان هيك بال HCAC بالجودة في الأردن اللي هو الاعتمادية المحلية، أو بال JCI أو بالناندا والماجنت، في إشي اسمه infection control. بالسباهي حاطينها في السباهي تاعت السعودية حاطينها بشكل واضح infection control standard. بالGCI حاطين infection prevention and disease management، بس بالآخر هو بيحكي عن infection control. بالHCAC حاطين infection prevention أو infection management، يعني حاطين لازم يكون في ناس. هذا أول input. كمان باقي الhuman resources، يعني إحنا والباقيين، إحنا وأهلينا مثلا، يعني إحنا وكل الستاف الموجودين معنا في المستشفى. كمان الstructure نفسه، يعني التصميم تاع المستشفى، البناء تاع المستشفى، المدخل، المخرج، كله هذا infection control. من وين المريض بيدخل، من وين المريض بيطلع، بروح العمليات، هذا كله input. كل هذه الأشياء تتفاعل مع بعضها البعض في البروسيس، فبصير في التفاعل والتلاقي ما بين النيرس والطبيب والمريض والتمريض والصيدلي والأدميشن، وكلهم بتفاعلوا مع بعض. لما يبدأ عملية التفاعل احنا بنحكي عن البروسيس. الانديكيتورز اللي بنتوسع فيهم بالفيكشن كنترول، كل واحدة فيهم لها انديكيتور، بس انا بحكي لكم عن الاكثر تكرار والاكثر بأهمية. والا لما نحكي مثلا احنا في الان اتش اس في بريطانيا، كل 50 سرير بلزمهم يكون فيه انفكشن كنترول براكتشنر واحد، يعني لازم يكون فيه انفكشن كنترول كل 50 سرير. هذا بسموه انبوت انديكيتور. يعني اصلا قبل ما نفتح المستشفى، قبل ما يروح يرخصوا المستشفى، يقول له كم واحد عندك انفكشن كنترول، كم واحد عندك صيدلاني، كم واحد عندك تمريض، كم واحد، بناء على هذه كلها الانبوت قبل ما يشتغل. اللي هي لما يصير عندي مثلا تعاقدات مع الخليج، ولما يجي الخليج يقول بدنا نفتح مستشفى فبدي 10 اطباء، بناء على ايش قال بدي 10 اطباء؟ بناء على انبوت، بناء على الانديكيتورز او الستاندردز اللي هي موجوده عندهم في البلد تاعهم. اللي هي عندنا بالاردن بسموها براءة التشكيلات، وان كان يعني وزاره الصحه الموضوع يعني بده ضبط اكثر، لانه يعني مش واضح الوضوح تاع دونابيديان بالانديكيتورز. هلا هذول كلهم بيتحدوا مع بعض في البروسيس. انا في البروسيس بهمني الهاند هايجين والسيرجيكال كير، بحيث ان اوصل انا للاوتكم. الاوتكم اللي هي النتيجه تتحدث بلا حرج، كل الاشياء التي تؤدي بالاخر للاوتكم بارت اللي بيجي بالانفكشن كنترول. يعني كوميونيكيشن، يعني مانجمنت، يعني ايفيدنس بيست براكتس، يعني ديفلوبمنت ستراتيجيز، ستيك هولدرز، نوليدج ترانسفير، كلها اللي بتهمني انا كاوتكم انديكيتور بالانفكشن كنترول هم اللي حكيت لكم اياهم هون، بناء على الستاندردز اللي عندنا موجود بالاردن، سيرجيكال سايت انفكشن. وفي الاردن الاتش سي اي سي ما باخذهم كلهم، وانا بقول لك حدد عدد من السيرجيكال سايت انفكشن، يعني كمان هذه مريحين فيها الناس اكثر. انه انا يعني مثلا احنا في مستشفى اكثر عمليات بتنعمل فيها عمليات ولاده، اوكي خلاص خذ السيزيريان سكشن مع مثلا ابندكس، خذ لي عمليتين او ثلاث عمليات، ما تاخذ كل العمليات. واتوقع انه الهدف منها هذه كان انه الضغط العالي اللي كان موجود على الانفكشن كنترول براكتيشنرز. يعني انتم متخيلين، ما بعرف منكم اذا في حدا فيكم الان بيشتغل بالانفكشن كنترول او حاب ينقل ان شاء الله في المستقبل الانفكشن كنترول، انه احنا لو بدنا نشتغل على كل العمليات نتبع السيرجيكال سايت انفكشن، معناته يعني احنا راح نضلنا قاعدين في المستشفى 24 ساعه. فاتوقع انه هذا الهدف اللي صار موجود عند الاتش سي اي سي، انه خلاص انا بدي افهم وضع عام في المستشفى مش تفاصيل التفاصيل، فحدد اكثر عمليه بتنعمل في هذا المستشفى، ايش نوعها او ايش هي او مين التيم تاعه، وتبع لها السيرجيكال سايت انفكشن، ما تتبع لكل المرضى. وان كان هذا مش نفس الستاندردز الموجوده في السعوديه، في السعوديه الكل كان لازم يتبع على كل عمليات الكل كامله وينبعث فيها ريبورتس، بس طبعا الفرق بالامكانات وعدد الكوادر البشريه التي تتابع هذه الامور. الا كل يوم راح يكون في عندنا رابط على المستشفى ولا قصه. يعني الكاوتي كمان، الكاوتي الاتش سي اي سي الاعتماد الاردني ما بتطلب الكاوتي في كل المستشفى، انا بتطلبه في الاي سي يو بس. فهذه كمان شيء يعني ايجابي وسلبي بنفس الوقت، الا انه انا يعني احسن لي ان انا اتابع في كل المستشفى، بس هل عندي امكانيه او عندي كوادر او عندي فاسيلتيز اني اقدر اتابعها ولا لا؟ الكلابسي لا، بتابع عند الكل.
والريوبنينج ديو تو سيرجيكال سايت انفكشن. من تقرير العمليات كم المريض رجع عمل نفس العمليه، وكان السبب بتاع انه رجع عمل نفس العمليه مرتبط بالسيرجيكال سايت انفكشن. طيب اتمنى الى هنا تكون